أبدى شبان من أهالي كربلاء غضبا عارما بعد أن وجدوا ملفات تعيين تقدموا بها مرمية في إحدى حاويات النفاية في المدينة، وتحدث ناشطون للحرة عن وعود حكومية وصفوها بالزائفة بشأن توفير فرص عمل للشبان العاطلين عن العمل من الخريجين. هذا وكان وزير النفط ثمر الغضبان قد أعلن أن الوزارة وافقت على تعيين 334 مهندسا من أهالي المحافظة في مصفى كربلاء النفطي. شهادة 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 ابتدائية ومتوسطة واحدادية وكلية تنقل بالزبالة. الله يرضى محمد. ليش هيجي؟ ما خلينا من الله. طبعا هذا السي في طلاب اللغة الانجليزي 5000 يسووا هذا السي في 5000 يسووا الانجليزي. قال بالزبالة 5000 هذا بدفوه بالزبالة. شنو ذنبه اللي يجي المواطن 5000 دينار ما عنده يجي من الحله؟ شنو يذبون بالحله؟ شنو ذنبه هذا؟ نلقاها بالحاويه. صيف صيف وين شغله بالبيت مالتهم وينضم إلينا عبر سكايب من كربلاء الناشط والصحفي حيدر هادي. سيد حيدر أرحب بك معنا. دعنا نبدأ من وجود ملفات تعيين تقدم بها أهالي كربلاء مرمية في إحدى النفايات في المدينة. ما الذي حدث؟ من وجدها؟ كيف تم العثور عليها؟ ومن هي الجهة المقدمة لها هذه الوثائق؟ نعم، تحية لكم لمتابعي ومشاهدي الحرة. قبل أن نتحدث بهذا الموضوع، يعني مصفى كربلاء بحد ذاته هو عبارة عن ملفات فساد. أكثر من مرة كصحفيين تناقلنا هذا الموضوع، وهذه الرسائل وجهناها لأعضاء مجلس النواب ووجهناها لرئيس الوزراء، ولكن لم تلقى أذن صاغية. يعني هذا المشروع كانت هنالك شركة يعني في البصرة، شركة أمريكية كانت أن تقدم أو تتقدم لهذا المشروع، وهي من تعطي الأموال عكس هذه الشركة الكورية التي تستحصل الأموال، وبالتالي هي تتحكم وتتنفذ دعوة وتقوم بطرد المهندسين العراقيين، وقامت باستجلاب أيدي عاملة أجنبية أكثر من 18,000 يعني عامل يعمل في هذا المصفى، أغلبهم من العمال الأجانب والباكستانيين ومن دول أخرى، الذين يعملون في هذا المصفى فقط 3,000 يعني عنصر عراقي. طيب. ومن يتحدث أو يتذمر يقومون بطرده. هذه الوسائل هي من قامت بها وزارة النفط وبعض المتنفذين والمسؤولين في الحكومة المحلية في مدينة كربلاء، أبرزهم رئيس المجلس، رئيس مجلس معاذ، وبعض الأعضاء الذين يتنفذون في هذه التعيينات. اليوم عندما ذهب وعلى محض الصدفة بعض يعني المتظاهرين هنالك، الحكومة المحلية قد وضعت في دار الضيافة أو المركز الثقافي في كربلاء هذه اللجنة. تفاجأ هؤلاء المتظاهرون بوجود بعض الوثائق وبعض الاستمارات قد ألقيت في حاويات النفايات، وبالتالي كان هنالك غضب عارم من قبل المتظاهرين، وقاموا بجلبها وأخذها أمام مبنى المحافظة. ولكن هذه الوثائق للأسف كان بها متقدمين خريجين من مدينة كربلاء، وحتى هذه اللحظة على الرغم من أنه المصفى لمدينة كربلاء كانت هنالك حصة لمدينة كربلاء فقط 1200، وذهبت منها 1000 لبقية المحافظات على ما أعتقد بابل والنجف. طيب سيد حيدر، من شروط نعم. واضح. طيب دعنا أتحدث نعم. عن الأنباء التي تقول بوجود ملثمين ارتدوا زي أسود مدني قاموا باعتقالات في كربلاء. من هي هذه الجهة؟ هل هناك من أصابع اتهام موجهة إلى كيانات معينة؟ سيدتي العزيزة، يعني نحن كصحفيين عندما نتواجد في هذا المكان لكي نغطي هذا الأحداث لا نعرف من هذه الجهات. يعني هنالك يعني لا يوجد أشخاص يرتدون زي أسود، وإنما مدنيين يرتدون الكمامات. أنا اليوم حضرت في حي البلدية واستمعت قبل قليل عن الخبر الذي تحدثت عنه، وهو دخول أشخاص قاموا بتكسير هذه الكاميرات. الآن الأمر تاه علينا، لا نعرف هل هم مندسين من جماعة الأحزاب السياسية التي لا تدفع لهم أموال. أنا أكثر من مرة طيب ماذا فعلوا غير تكسير الكاميرات؟ يعني هنالك محلات قد كسرت، وسوف أزودكم بفيديوهات، محلات كسرت
وهنالك سب وشتيمة تعرض له الأهالي، هنالك بعض الدراجات حرقت. سوف أنقل لكم هذه الصور عن أهالي. كم يبلغ أعدادهم تقريبا سيد حيدر على حد علمك؟ يعني عشرات الملثمين، يعني لا نعرف من لمن ينتمون هؤلاء، مدنيين بزي مدني، يعني لا نستطيع حتى التحدث معهم. أنا ذكرت لكم في نشرات سابقة هنالك جهات سياسية بدأت تدفع الأموال، يا سيدتي الكريمة بدأت تدفع الأموال وبجلب هؤلاء الشباب. وهنالك نقطة جدا مهمة، يعني بنصف ثانية لو سمحت لي، هنالك غضب أثار شارع الكربلاء اليوم إقدام رئيس مجلس محافظة كربلاء المقرب من المالكي بمزاولة عملك رئيس مجلس محافظة كربلاء والاستهانة بدماء الشهداء. شكرا جزيلا، نكتفي بهذا القدر. كنت معنا عبر سكايب من كربلاء الناشط والصحفي حيدر هادي، شكرا جزيلا لك.